الملك الذي أفنى الممالك والملوك وملكه قائم سرنا، الحاكم الذي حكم بالموت على أهل الدنيا فليس فيها أحد يخلد، فسبحانه من إله لم يزل عظيما قادرا، حليما غافرا، كريما شاكرا، حاكما على الخلق قاهرا، عادلا في حكمه لا حائفا ولا جائرا، من عامل الله ربح بعد أن كان خاسرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد الرمال والحصى، وكلما أطاع عبد أو عصى، ونور بالصلاة عليه بصائرنا والقلوب. أما بعد، فيا عباد الله، كنا ولا زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ من أمتي خمس خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. يقول أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله؟ يقول: فأخذ بيدي فعدهن فيها، ثم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. تكلمنا عن اتقاء المحارم، وكيف أن البلاء ينزل بالذنوب ولا يرفع إلا بتوبة، مصداقا لقول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. عباد الله، إن قمة عطاء الله للعبد ليس أن يؤتيه مالا أو عيالا أو زوجة صالحة أو منصبا رفيعا أو سعادة يحيا بها في حياته، ولكن قمة عطاء الله للعبد أن يرزقه الرضا الذي هو ذروة العطاء. لذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. لم يقل يعطيك ربك فتهنأ، لم يقل يعطيك ربك فتسعد، ولكن قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. إن الرضا عباد الله كما عرفه العلماء هو سكون القلب إلى اختيار الرب سبحانه وتعالى، أي التسليم والرضا بما قدر الله عز وجل وقدر. وهذا مقتضى قول الله تعالى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. لذلك عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه، أي من أحب أن يكون غنيا فليقنع بما قسم الله عز وجل له. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ويقول العبد الصالح الحارث بن بشر، يقول: القناعة هي الرضا. وقال بعض العلماء في تفسير قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، قالوا الحياة الطيبة هو الرضا بقضاء الله والقناعة بعطاء الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إننا في ليلنا ونهارنا نتقلب
من أصبح آمنا في جربه معافا في بدنه يملك قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. هي القناعة، فاحفظها تكن ملكا لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ يقول أحد الصالحين: إنما بيني وبين الملوك يوم واحد، أما الأمس فلا يجدون لذته، وأما الغد فأنا وهم منه على وجه، وأما اليوم فماذا عساه أن يكون؟ فلا بد عباد الله أن يكون المرء منا راضيا بقسم الله بين عباده، قانعا بعطاء الله له. قال الله لنبيه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فإذا ما نظر الإنسان إلى من هو أكثر منه مالا وولدا ومنصبا، فلينظر إلى من هو أقل منه حتى لا يزدري نعمة الله عليه. إذا ما نظر إلى أصحاب الأموال وكيف فضلهم الله عليه بأموالهم وعيالهم ومناصبهم، فلينظر إلى أصحاب البلايا وأصحاب الأمراض كيف عافاه الله من ذلك، حتى يعلم أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده عز وجل. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لأصحابه في حديثه فيقول: كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. كن قنعا بما أعطاك الله تكن لله شاكرا. ولقد رضي الأنبياء بعطاء الله عز وجل لهم، فكان داود عليه السلام يعمل حدادا، وكان زكريا يعمل نجارا، وكان إدريس عليه السلام يعمل خياطا، ومعظم الأنبياء اشتغلوا برعي الغنم فرضوا بقسم الله لهم. عباد الله، يقول القائل: علمتني الحياة أن أتلقى ألوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا، والذي ألهم الرضا لا تراه أبدا الدهر حاسدا أو عزولا. فالرضا نعمة من الله في العباد لم يسعد بها إلا القليل. أنا راض بكل ما قسم الله ومسلم إليه حمدا جزيلا. أنا راض بكل صنف من الناس لئيما ألفيته أو كريما. علمتني الحياة أنني مهما تعلمت فلن أزال جهولا. ينبغي للمرء عباد الله أن يرضى بربه حتى يرضى عنه ربه، يرضى بالله مدبرا لأموره. فلا بد للمرء عباد الله أن يكون مطمئنا إلى حكم الله ولطفه، وأن يكون راضيا بالله مدبرا، وأن يكون راضيا عن الله قاضيا ومقدرا. فإذا ما استمع إلى قول الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، يقف عندها ويقول: بلى، هو أحكم الحاكمين وأنا على ذلك من الشاهدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، الحمد لله الذي خلق فقدر ودبر فيسر
وألف بين من شاء من أحبابه فجعلهم أحبابا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل اللهم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الرضا والقناعة هي أول أسباب شكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة سبحانه وتعالى. مرض أحد الصالحين مرضا شديدا فذهب الناس يعودونه، فلم يتهفف ولم يتذجر ولم يتوجع مما نزل به، ولكنه يقول والناس عنده إن الله عز وجل لا يتهم في قضائه، إن الله عز وجل لا يتهم في قضائه، فلله الحمد والمنة على ما قضى وقدر، فإن لطف الله لا ينفك عن قدره سبحانه وتعالى وهو القائل إن مع العسر يسرا. فإذا حزنت على أمر فاتك فقف عنده قليلا لعل أن هلاكك فيه ونجاك الله منه. انظروا إلى قوم قارون حينما تمنوا ما عند قارون من المال ومن الجاه ومن العز والسلطان، فما هي إلا أيام حتى خسف الله به وبداره الأرض، فقص الله حالهم بعد أن تبينوا حقيقة قارون وما كان فيه، وقال الذين تمنوا مكانهم بالأمس ويكأن الله يبسط الرزق، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، أي أننا تمنينا لو أن عندنا من المال ما عند قارون، واليوم قد خسف بقارون وبيته وبداره الأرض، ولو أن الله أعطانا ما أردنا لخسف بنا، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. الأم تأخذ من ولدها السكين فيحزن ويبكي ويتذجر، وما أرادت إلا السلامة له. بكى أحد السلف وقد مات ولده شهيدا مجاهدا، فعاب الناس عليه وقالوا له تبكي على ولد مات مجاهدا في سبيل الله، فقال إنما أبكي كيف كان رضاه عن ربه حين أخذته السيوف، كيف كان حاله ورضاه عن قدر الله وقضائه حين قتل في سبيل الله مجاهدا. ونحن عباد الله، كيف نحن مع ربنا إذا أخذتنا سيوف البلايا والأحزان التي تعترينا آناء الليل وأطراف النهار؟ إذا اعترتك بلية فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. لا بد عباد الله أن يكون الإنسان كما قال القائل: كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، وأبشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. فلربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا، الله عودك الجميل فقس على ما مضى. الله عودك أن يكون كريما معك. يقول علقمة في تفسير قول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يقول هي المصيبة يصاب بها العبد فيعلم أنها من الله عز وجل فيرضى بها ويسلم لها ويقنع بقضاء الله، ويرضى بقضاء الله ويقنع بعطاء الله حتى لا يضيع أجره ولا يبطل ثوابه. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه. الله
المستقيم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل ختام ما تحصي علينا من الاعمال توبة مقبولة. اللهم لا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الاشهاد. اللهم لا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الاشهاد. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تولنا غيرك ولا تكشف عنا سترك واجعل تحت الستر ما يرضيك يا رب العالمين. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعم يزدكم وقوموا الى صلاه.